ما كنحتفلش انا براس السنه حيت اخويا الا قال لك احتفلتي بحال كتامن باللي انه الله اتخذ ولدا، وحنا مسلمين ما كان يعني امنين بان الله واحد الاحد ما عنده لا صاحبه ولا ولد، ولا تحتفلش معاهم بحال راك معاهم، وهما ديجا ما كيحتفلوش براس السنه ديالنا. داك الشيء علاش وحنا لا اله الا الله محمد رسول الله اخويا، هادشي اللي كاين. وما كل واحد عاوتاني كل واحد عاوتاني والعقليه ديالو وكيف المنهج اللي غادي به. انا ما كنحتفلش براس العام، ولكن عندي الوليدات العائله الصغار ضروري كتجي خصك دير لهم الحلوه، ضروري كيشوفوا داك لومبيونس ديال راس العام. حاجه جديده ولكن ولفناها بالقليل ولا بالكثير كدير واحد لومبيونس في الدار، كنخلقوا شويه ديال السعاده مع الوليدات ومع العائله ومع الناس اللي قرب لينا والعمل. ونطلب الله العام هذا يدوز بالصحه والسلامه ويدخل عام جديد علينا وعلى ملكنا وعلى الشعب المغربي كافه. كل راس سنه كنجمعوا العائله وكنجمعوا الاخوت والاصدقاء وكنحتفلوا بكل راس العام، وبالمناسبه هذه هي المنتخب ديالنا كيفرحنا في هذا الكاس العالم هذا، وان شاء الله غتكون الفرحه مدوبله ان شاء الله الا كتب الله. كانوا المغاربه نظموا كاس العالم هنا في 2026، وهذا نقدر نقولوا سنه سعيده على المغاربه كاملين. انا ما كنحتفلش براس العام، انا كنحاول غير نراجع راسي ونشوف يعني الحوايج اللي درتهم خايبين في هذا العام اللي داز، وكنتمنوا يعني ندخل لنا السنه الجديده بالافضل ونديروا شي عام حاجه ان شاء الله زوينه. هذا العام هذا ما غاديش نحتفل براس العام حيت المهم القضيه في شكل حيت راك عارف الاسعار وداك الشيء، ومن ناحيه اخرى نقدر نجلس في الدار. كنجلس غير في الدار ماشي زعما كنخرج نحتفل حيت كاينين الشماكريه وداك الشيء وخطوره على البنات. البنات ما يمكنش لهم حيت البنات في هذا المجتمع ما يمكنش لهم يحتفلوا براس العام مع في الزنقه، يعني الحل الوحيد هما يحتفلوا فيه في الدار. بالنسبه لي انا كنحتفلوا براس العام، ولكن ماشي شي احتفال اللي هي ماشي ضروري، ولكن كناخذوا لاطاب وكنحتفلوا به. كندوزوا عادي بحال جميع الايامات، كتكون واحد الحفله صغيره ما بين العائله وكذا عادي. بهذه المناسبه كنتمنى لكاع المغاربه وكاع لي زيترونجي اللي كاينين هنايا سنه سعيده، وباش متمنيتو ان شاء الله 2023 تدخل عليكم بالصحه والسلامه.